ما تزال الدعوات إلى تثقيف المرأة العراقية عموما والنجفية خصوصا تواجه عقبات عدة، أبرزها انتشار الأمية وطبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة ومستوى الحقوق الاجتماعية، عوامل جعلت المرأة تلاقي صعوبة في عملية صنع القرار سواء على مستوى الأسرة أو على المستويين السياسي والمؤسساتي. ضعف التمكين والمشاركة للنساء هو ناتج أكيد عن تحديات، مجموعة تحديات وعوائق. هذه التحديات سواء تكون مجتمعية أو تكون ثقافية يعني، أو تكون اجتماعية أو تكون سياسية أو تكون اقتصادية، فإحنا من مسؤوليتنا أنه نعزز الدور ونعمل على هذا المجال. على المرأة اليوم أن تدرك هويتها النسوية للانخراط في العمل المدني، انخراط في العمل الاجتماعي العام. كذلك اليوم نرى أنه نسبة ضئيلة من السيدات العراقيات يتمكنن من المشاركة سياسياً، كذلك من إدارة يعني وجودهم في صنع القرار. مستوى التعلم والمشاركة بين المرأة والرجل في الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية موضوع نوقش في ورشة نسوية هنا في النجف، حيث الحاضرات ركزنا من خلال الورشة على إشراك المرأة في جميع القرارات باعتبارها نصف المجتمع إن لم تكن المجتمع كله. اليوم المجتمع العراقي يحتاج إلى وجود المرأة المثقفة الواعية التي تدرك مهامها ما عليها وما لها، وخاصة في المجالس، في البرلمان، في الإعلام، في منظمات المجتمع المدني، في البرامج الاقتصادية، إذ من خلال هكذا مؤتمرات وورش عمل تسلح المرأة ببعض المعلومات التي تهتم بواقعها وتكون مدركة لما تقدمه في البرامج اللاحقة. وتشير تقارير دولية إلى أسهام المساواة بين الجنسين بشكل كبير في النهوض باقتصادات المجتمعات والتنمية المستدامة، مما يضمن حياة أفضل للرجال والنساء والمجتمع ككل. من النجف، محمد الغالبي، وان نيوز.